بين فرض الحظر ليومين نهاية الأسبوع أو لأسبوعين متتاليين، تفاوتت آراء المواطنين في الشارع الأردني لأسباب عدة. كاميرا رؤية استطلعت بتساؤلها حول الحظر الجزئي أو الشامل، فهل أنتم مع عودة الحظر؟ أخف ضرر، يعني جمعة وسبت أخف ضرر، يعني كل ما كان أكثر الحظر كل ما كان أحسن. الحظر لمدة يومين اللي هم عملوه الخميس وجمعة، الخميس والجمعة بيعملوا ليش؟ لأنه بتكون مثلا العسكريين مروحين، كل واحد عنده دوام مروح على بيته، فبتكون بالتالي السكان أكثر نسبة الناس، والحظر لازم يعني أقصى أسبوعين مش يومين. لما يصير مثلا حظر شامل ما بخالط هذا الشخص وببتعد عنه، أما بدنا نظل يعني نتجول بالأسواق وبالأسواق العامة يعني ومصالحنا مثلا زي هيك، بده يصير مخالطة وبالتالي بده يؤدي الى اصابات كثير يعني وخطوره على الشعب. والله مو كويس، يعني عم نحصر حالنا وعندي قله اشغال، يعني بده الوضع بدون شيء. والله سيك مالي عندك. ضد الحظر لانه يعني نفس الاختلاط، يعني قبل في يوم مثلا زي يوم الخميس الاختلاط والاربع لو تشوف كيف يا زلمه بتقولش. والله مع وضد بصراحه، مع انه ممكن انه يقلل عدد الحالات اذا انه فعليا عدد الحالات صحيح، وضد ممكن انه تضرر، يعني الاشي هذا يضر بارزاق الناس، يعني عندك مطاعم كافيهات هذا كلياته جمعة وسبت هذا الشغل، فممكن يضر الاشي هذا. الحظر للمصلحة العامة بتتطلب. طيب. يعني احيانا بتحس انك معه واحيانا لا، لانه بتجمعوا الناس قبل بيوم بروحوا كلهم عند بعض وبضلوا عند بعض طول الحظر، لانه ما بتقدر تمنع الناس من بعض. لا ولا ضد. ليش يعني هو الفيروس ما بيجي غير الجمعة والسبت والأيام الباقية؟ ليش يعني بس هاليومين؟ ويوم الأحد نفس النظام، تطلع العالم من الدور محشورة، بتطلع المحلات والتجمعات بتصير أكثر. الأيام العادية عادي كل واحد بيتناول غرضه في وقت. يعني الجمعة من أصلها معطلة والسبت الناس أصلا من الأصل معطلة، ليش تعمل حظر؟ مصالح الناس تعطلت وبعدين بعديها تنزل يوم الأحد على البلد الناس مغتضة فوق بعض الناس، يعني إيش معنى يعني من الحظر يعني؟ كان هدف الحكومة تسطيح المنحنى الوبائي، وأنا اللي شايف يعني أيام الحظر نفس الحالات، يعني مش عم تنزل. الحظر الشامل يعني عدم مؤاخذة دمار اقتصادي لأصحاب العمل، دمار اقتصادي للموظفين. مع الحكومة بالحظر بس مش يومين، يعني لو يختاروا أي يومين غير الجمعة والسبت، الجمعة والسبت الناس كلها معطلة. الحظر الشامل كويس من الناحية الصحية لعدم نشر الوباء بين المجتمع، أما من ناحية اقتصادية فهو بتصور الناس تضررت كثير. والله أنا مش مع الحظر الشامل، يعني مع الوقاية والناس تكون متوعية تلبس الكمام وتلبس كذا وتوعية، أما أسبوعين راح يكون يعني في ضرر على الاقتصاد وضرر على المواطن وضرر على كذا. إذا الأسبوعين هاي انتهت هذه الجائحة نسأل الله أن يرفع عنا هذا البلاء، احنا مع الحظر الشامل. يعني مش راح نستفيد إذا يدعم المواطن ووقف الاقتصاد يمكن الامور تمشي. الحظر الشامل يكون مده اسبوعين، انا والله مش معه ضده، لانه اول شيء قبل الحظر بيومين راح يصير عندنا ازمه بالاسواق بالافران بالمحلات التجاريه، هذا هو الكورونا.